اللي هي بلاد الشام. بلاد الشام عكروا، الحديث الصحيح، عكروا دار المسلمين بالشام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري فيه بينوا له خارطة، خارطة إيش؟ عكر دار المسلمين إلى يوم القيامة، عكر دار المسلمين إلى يوم القيامة، بينوا له إياه. وين؟ في سدرة المنتهى. تصوروا عند سدرة المنتهى كشف له بعدين، بعد أرضي للدين، دين ما هو أصلا أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفوا عرج به قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة. فالآن الآفاق، آفاق وين بدك تكون؟ عقر دار المسلمين إلى يوم القيامة. ولذلك قال عقروا المركزية، يعني عقروا دار المسلمين بالشام. يا شام أنت خيرتي من بلادي، أجتبي إليك خيرتي من عبادي. شك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا الصحابة يكتبوا القرآن على في الصحف، وإذا به وهم بيكتبوا القرآن بيقول يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. فاستغربوا إيش لما سألوا، وإذا بالرسول يخبرهم إنه ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها على الشام. بعدين إيش يقول؟ إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. تكفل، ولا أنت خصوصا في الأرض المقدسة، ما أنتوا شايفين قد المشاكل، وقد 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 وما ما وماشي حالكم وماشي. تكفل، كيف تكفل ما أدريش. المهم سبق تحدثنا في هذه المسائل وفصلنا، بس المهم يلا في هذه الليلة في هذا المقام الرهيب وفي سدرة المنتهى يرى النيل والفرات عقر دار المسلمين، عقر دار المسلمين. ولذلك انتم شايفين الآن الأمور على فكرة حادة كثير في هذه المناطق، حادة كثير، حادة كثير الآن، لأنه كل هذا بده خير على فكرة. لأنه لاحظوا لما يكون التحدي في القلب، في القلب الجسم مش ممكن يصبر، لما يكون التحدي في الأطراف ممكن. كيف لما الناس مثلا بيكون الخلل عندها في أطرافها مثلا أو في الجلد، يعني إشي بسيط ولا كذا آخره، بصبره ممكن. بس لما يكون التحدي في القلب شو بصير؟ لا يمكن إلا يعالجوها، عالجوها. وهذا والإسلام باقي إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وبالتالي اللي بتشوفوه اليوم أنتم من تعامل الأمم كلها، من تعامل الأمم كلها على شعوب أهل الشام، مشك بما في العراق، احنا كلنا من الفرات للنيل، كل هذا كله